الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. طبيعي هو المولد كالعادة هي ديما فوح في القروان قبل بجمعة بجمعتين ديما قبل فما تحضيرات عائلات معناها يمشي ويقضيوا فما تجهيزات خاصة فما خص بتاع بون الناس كل كما تونس كل هي عصيت السجوجو لكن ده في فما حتى العصيت البيضة عصيت السجوجو معناها كل قدير وقدره معناها حسب الإمكانيات صحيح ذاك غالية شوية مي هانو هي عادة واحد هانو دأب عليها ويتعود عليها وكل عام إن شاء الله تعاود إن شاء الله ديما بالبركة وبالقسم والناس كل أكيد المولد نحضروا له الزقوق والفيكيا ومن جملتهم من الزقوق يزمنا نحضروه ظل نسوموه ونغسلوه ونغربلوه وننظفوه باش نقدموه للمواطن حاجة نظيفة وحاجة في المستوى وهو له الاختيار يشري شي يحب والفيكيا زيادة نحاولوا باش نوفروه له وبالأرخص لأسوام زيادة ماذا بينا ديما نلوجوا على الفيكيا وظل اللوجو بمديدة زادة باش نوفر هو بطبيعته هي بيدها التحضيرات هذية والفواكه هذية والحوايج هذية هي تعطي رونق جديد للمحل وتعطيه زينة جديدة معناتها كل موسم رمضان عنده زينته وعنده رونق متاعه كيف كيف زادة في المول المواطن راهو ذكي ياسر ويعرف الحاجة البيها ويتبع الجودة ويتبع النظافة ويتبع الحاجة المرفقة كما تعرف تو الموال كل شيء غلي وكل العبد هاكا قاعد يساوي ما بين المواطن وما بين البيع بالطبيعة معناتها هو اللي قاعد يداري فيه شوي والله نفرحوا برشا بالزوار وتعجبنا الاحتفالات معناتها ما تكمل كان بيهم هما زادة معناتها وين يجونا زوار وين باش تحتفل القروان بأكثر وقت مرحبا بيهم الكل وقول لهم اللي يجيونا نفرحوا بيكم مرحبا الحياة فام الحياة فام زهرة الحياة